موطني 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 ذا الحبا. دكتور أنس أبو الكلام، أستاذ جامعة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية جامعة القضائية، مسؤول عن شعبة الدفاع السيبرالي وأنظمة الاتصالات المدمجة، مسؤول عن الماستر أنظمة الاتصالات الشبكات والأمن السيبرالي، رئيس جمعية التنمية المواطنة، رئيس الجمعية المغربية للتقنية التقنية، ورئيس أولمبياد المغربية للبرمجة. بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقل كلنا بالدواعي والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهر كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حلم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إن سئمنا لا نبالي، فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عن مليحة اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهود